طويل تحت يا خالتي دايما حاصل فيها البنادم هذا. كما وعدناكم لكم فيديو اللي فات نعاودو نطلعو الشريعة ونبهتو، واليوم انا طالعين انا والسرعة. اليوم جو شابة عبانا بلي الحالة وعيان، ما شاء الله جوج مليح. المهم هاو ساكادو هاو ساكادو كاين باقاز، انا مدينها لابراهيم صكا، انا مدي مالين على ربي. هاي يوم بعد نتلاقى تمام. كما وعدناكم فيديو اللي فات ولا لكم نجوم باتو، اليوم رانا في شريعة. انا استناو في جماعة ذاك فاشلين اللي رمطونو فيه ابراهيم وشمسو. ايه كما على بالكم ما تنساوش ديروا ابوني و ديروا ابوني وابوني وابوني واحكو يزيني تاع الجروب. هذا هو اليوم يخبطنا زدنا صبنا سكواد جديد تسمى خلاص سكواد واعر. هذا سكواد هذا هو الصح الصح في المجموعة. هذا من لحقة الدفعة الأولى وجاي هذا ابراهيم خويا مازال ما جاش. وين راه ذاك الفاشل؟ وين راه؟ جا ذاك الفاشل. ليكم يطلع حرمه كاش. حميمو مشيتي فيكم كيف ولا مشيتي؟ انا خطيت عجبتني السفره تصويره بيها صاحبي. الله غير عميمو اكد لها سباجيتي اليوم خويا. جا اش فيك اليوم؟ صديق خويا جبت لك الباف اليوم بالشعبي خويا. حي عليا يا حي عليا يا خويا. هاي تلمات لك هذا هو تلمات ذوك الكليكا. نروحو ندبرو بلاصة نخيمو فيها ونبداو نلايمو في الحطب تاعنا. هاي لومبيونس كذا من القصرة هذه هي حلاوتها. يا لطيف ايه بكحلة. واش تقول لكش واحد؟ شوف انا اليوم هذا البنادم راح يهبل راح يهبل. هذا لكم تشوفوا جماعة زينة كاع الله يبارك يا خويا راكم في البنين بنينة خوتي. هذا هو اليوم السلام عليكم سلعة عندنا مشكل قد صافي بليز يا اني رايح ابغى شنو انا احنا نخرج في الفيديو مع خالد. استنى البصل معزي هو شو ياسر البصل والزيت وسناته ومعه. ماشي هذا لا لا مش معك واحد كله بالسروال فارة. طالع
معنا وزدنا كاع صوالح. نروحو نشوفو الشيخ موحشا ويطيب لنا ومن بعد نتلاقاو. هاي راهي نخلص له حاجة الملح يا هذاك واش خص الملح الله زيد زيته خلاص يا ماما الأحباب اللي غايبين أفرت فيه يبكي اللي ما يجيش يبكي يا إبراهيم يبكي اللي ما يطيب لهم يا محمد واش ان اليوم فايلر طيبه لي خلاص نطلقوا تقدر ترى ها كرواه قال لك كرواه يا حي تليفون وسخ وانا يني رم ديري الميزيريه كحلام الله علاه طلع طلع مش طمو سليم سليم سقط شوف ابراهيم من هيك ابراهيم واعر يا اخي جماعة ما شبعت يا معليش نعطيهم نعطيكم والله ما شبعت الجماعة ها صديق ها ياسين قول لي ياسين حاج ياسين راك طراطي والله غير قال هادو خلاص سيبو سيبو علي منا ولا ما خرجت الداخل هيا وري الله يبارك ها يا تخد داخل البلاستيك هذا ها غرب صار هاي اجا ترى عم بابا كذا بنادم يهبل هذا هو اليوم يحكوا عليه هذه بلاصه سوليتير يقتل الحلوفة اللي طاطاكي الحلوفة اللي طاطاكي سوليتير الكبير قاع الكبير تلقاه وحده بالقرن ها وزيو هذاك هو هذاك هو سوليتير على اي سمعت قربي كنت سمع الخرخيش ولا تعرف لا انا ودير خلاص ولا
وين تحت يا خالتي دايمين حاصل فيا البنادم هذا تا حاصل ولا لا حاصل هو حاصل فيا ليه خليني الشمره تاعي يعني تبد واحد يا اخي شتي بدات تطيح الله الله يستر تزوج وانت جاي تزاحم فيا انا يا اخي بركه في الضيق انا تسمعوا بخير اغلى قولة لطيفة واحد الشمنية والله 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 العلي العظيم غير ما ننساها كاع حياتي منها كيما اليوم دخل نضرب طلع الفيديو تاتيك جده شي قال كيما تبات ماشي كيما نباتا كي قال ابراهيم خويا نباتا نباتا عندها قو وحدها وحدها ما ما كاش كيفها كاع الله العظيم الله غير ها مازال اسمع غير رفيقي طول تولي الهمله والقدام والله غير ما شاء الله فوتناها حنون الله غير حنون قولوا بلا وراح يتزوج شمسو هلا خوتي اصبحنا مع الفلد جوزنا ليلة شابة ما قريتو فيها شوية برود ما كاش برودة داخل لاطون طلع ما حسينا برودة الحمد لله ساكين جماعة معنا تغبنوا شوية مي معليش انا معاها غير حبة حبة كيما قلتو فاي شريعة اليوم بدا يطيح فيها اصبر راح نغلقها اون بلا صباح فيديوهات صباحيه تاع لافا تاع الفيديو هذه خالتي اي لقطه شابه نحكمها سي هاي شريعه راهي قابض هذه اللي كنت حابها نرقد نصبح في البيوضي خالتي كاين واحد هبن كاين واحد هبني غير صورني باقيتو شويه تمرمدنا وكاع ماشي زعما نقول لكم مليحه وكاع بصح والله اركليكا اركليكا شابه كاين اللي تغبنوا جماعه اي مالي نتلاقاو فيديو واحد اخر ان شاء الله والله غير قال قدنا مليحه فينا مليح هاو تيلالي خونا تيلالي المهم تلاقوا في بلاصه واحده اخرى فيديو واحد اخر مع الله راح نصوروا هبني خلاص بالكبره او ابراهيم تلاقوا فيديو واحد اخر ابراهيم وكنت باقي يقول لكم في فلاش انت تخلو ضربوط الله فلاش انت ايوا يعطيكم الصحه يا هي او يوسف والحاجه يا علي العاطفي في الله والله 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 غير الخرجه تاع اليوم تاع البارح ما تنساش ما تروحش كاع والحاجه المليحه كاع كنا جينا كلش كناشف راكم شفتوا الفيديو في الدخل شوفوا اول مره اول تساقط ثولون في الشريعة احنا عليه احنا اليوم رانا لو 4 ديسمبر 2020 المهم تلقوا فيديو واحد اخر ان شاء الله بلاصه واحده اخرى ايوا دمتم في عيد الله وحفظنا